مجتمعيا احتفلت منطقة جحيل في تريم حضرموت بزفاف 30 عريسا وعروسا في الزواج الجماعي الثامن لأهالي المنطقة. وأوضح المنظمون أن المنطقة نجحت في تزويج أكثر من 200 عريس وعروس ابتداء من عام 2004 وتعد منطقة الجحيل من أوائل المناطق التي أقامت حفلات زواج جماعي في المحافظة، وساهمت في تخفيف أعباء الزواج وبث روح التكافل بين أبناء المجتمع. الزواج الجماعي الثامن جاء بجهود مبذولة من قبل كافة اللجان الأساسية واللجان الفرعية فعلا، وأهل الجحيل أهل المنطقة كلهم يشكلون أسرة واحدة وخلية نحل واحدة. فزواياتهم الحمد لله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وتوفيق الجهود المبذولة واللمة، وكلهم تراحم وكلهم كتلة واحدة يعملون من أجل مصلحة وعفاف الشباب. نشد على أيادي أهل الخير لدعم هذه المشاريع. لدينا في تريم ما يقارب 15 لينة زواج جماعي مختلفة على المربعات السكنية والأحياء السكنية، بعض الجماعات الزواجات الجماعية العائلية وبعضها مناطق، تلم كل العوائل بمختلف مشاربهم الطبقية والاجتماعية. نشد على كذلك على رؤساء اللجان بأن يشدوا على 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 أيديهم في السعي الأكثر فالأكثر لتعفاف الشباب. أتكلم اليوم، واليوم العريس يدفع 300 ريال أي ما يقارب 300 ألف أو 400 ألف أي ما يقارب 1500 ريال سعودي تزوجك، والباقي يتحملونه بمثابة الأهل. فهذا شيء شرف لتريم تتميز به على مستوى مديريات اليمن، على مستوى مديريات وادي حضرموت، على مستوى حضرموت قطيبة واليمن.